بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم، والله صوم على يدنا لتشوكتان بإله سبحانه وتعالى إذ كوان ما يلو عدي اللي بندبك الله كقاد عدي دن لأله وفي انت بحر الله ديقو انت بكت الله بكسيو انت دي متى الله نحرستو وردين تين الله نحرستو أنا الله نوغد ونحرستو دالك دينتا دادك إيا دولدنيو دابا إله سبحانه وتعالى إنو بدبادئو إن وحاكا دي دون على بقضب قضب كوواد حالدي وقدم بيي قوال كسول خاصة المقالة الأسعانود الأسعانود وحاكا سعود الشرار أي ودان نمانكا ليرادو هرقلادا أما نمانكا سوماري لان كاترسان قبيل أهان كسو جيدة دقانكا إن اسكدديو أي اسكدديان إني دادكا كلا فرفران waxa jirta lacag la isu dirayo waad aragteen in salaaban koore oo inkiraya inuu lacag diray in ayna cadahay oo dadko dhameeyno xaqiijiyeen taleefanka WhatsApp ka laga soo diray inuu kiisi yahay waxa jooga oo hadda magaalada ku soo kordhay Cabdirsaaq Khaliif Dawdar oo ah gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliland ninkaasi wuxuu sheegay inuu doonayo inuu la kulmo bulshooyinka SSC uqaashooda isimadooda culimadooda iyo gudigii 33 afarta qolob inuu la kulmo fariintiisuna sida ay sheegeen rag 7 ah oo odayaal ah oo ay qaar beel ahaan isu xigan oo aqoon yahana ah oo la iga sheegay laba nin oo kamid ah Maxamed Dabagaale iyo Jaam Xaad Warsame Maxamed Dabagaale isaga ay isku qoys yihiin iyo Jaam Xaad Warsame Nuur Axmed ah inay toddoba nin oo ay ka mid yihiin la fariisteen in la wareystay fariintiisana oo u sheegay iyaga inay tahay inuu ka sido hadal toos ah wada hadal toos ah oo dhexmara reer SSC iyo Muuse Biixi dhexmara inuu sido isla markaasna Cabdirsaaq Khaliif wuxuu kaga duwan yahay ninkan hore u magacaabay rag tirada badan waa nin mowqif la ah dadkiisa وانين لما وقف اهداد كيسا اسلاما قاسنا مسؤولية ديسا كربا انو كمتلو داد كيسا ما اهانين شاقتاك اه انتا كلاوا كدو وينيا سيدا عن حوقتكو هليو سادارتين هذا الكيسيدنا وقوال عركتين مركي وحدعين و بي بي سيدا كاقهد لي سي مقله بوقهد لي اهرين تا سول حدنا وحوويمي انو اسكود ديو بل ان هدي ودا هذا التوسى اللي قيلي كرا ودا هذا الكاس اساقو فاسيليتيت قريو سورتا قليو كدبنا وحو لما وقف يا سيدا الله إيش يا جاي دتكيس لما وقف يا وحا ودا أبو يري ودا هذا وحا الله إيش يا جاي جوابته وكهلة ودا ياش إني تاي إني سن موسى يقول الله الله إنها بجراته إسقوا لما أهرب ودا يجران إذا ماذا أدل صارا لسعانود إلى إذا كيس أكرب حقبل كا إني سن الله الله شرط قال بعد إنه يهاي إني سن قوة هذا الله مجع الدولة دنيمو أي دون يعني إني قوة هذلان قوة هذلان laba qabiil oo ishor fariista oo isu garnaqsada oo isu eed sheegta oo markaa kala garnaqsada isuna garaaba sidaasna ku kala baxa marka macnaheedu waxa weeye isku soo ururiyo isku dayga Cabdirsaaq Khaliif ma shaqeynayo waxa kale jirta hadalkii yimi iyo isku day iyo suurtagelin in la suurtageliyo wada hadal safiirka Mareykanka waxaa la hadlay rag madax ah iyo aqoonyahan iyo culimo waxaa la iiga sheegay inay ka mid ahaayeen Sheikh Maxamed Salaad inay ka mid ahaayeen Sheikh Cabdiraxmaan Abiyad nin la yiraahdo nin caaqil ah oo la yiraahdo Caaqil Axmed Falaalug iyo rag badan oo ka mid ah inay ka galeen Zoom kula galeen safiirka Mareykanka isla markaasna ay u sheegeen in aanay diyaar u ahayn rabinna inay wada hadal la galaan إلا إن بيش عالمكو أي موجود كتاي هديو يسوغو فاسيليتيت غرينيو دحدحات كرنقونيو إسلامر كاسنا او قوبجو كأهانيو إناني وحبكا قبل إني إني وضا حدلان عدي وضا حدل أباهن إن أرينتاس واحد موجين إيسا إن أي سو يران أي سو قواب سنة تهي إن إسكو ديادة يدادالك أي كوادو سوماري لان قبل كسور واحد نقود بيا اسم كوري أو سو قلي بيش كيسا فيسبوكا inuu la kulmay uqaashi iyo waxgaradkii reer sool odayaashii reer sool waxay cadeeyeen dadka sawirada ka muuqda laba oday baa ku jira koofiyada qaba
وذي وحالي رادا ويليام وحكي مقروه ونن وذي هو ماشا معركتي عن عدنا طلاقه هين عدنا نمدحه هين نين كالكالانا وحالي رواسا واسلا غير كورا دادك الصفقة ورفاديا وحي وبدين يبال غير كورا إيا إنت أشاقيسا دولة سومالي لان أو مشاهر كقادتا أو إندا إندو إيا إيا كمديهين هرقل ياشي أيو كشريي هوتيل حمدي ويساقو دقينيها ما شاو اللغين ايو او هادالكا كان ديغان ايو لحسعارو ديح مريانا و هوتيلكا او دقينيها ايو مخايد آران لي رادو كسور جيدو ايو عمتادا كعونان انتاسي او دحيا شركة وحيكو قلان حتى قولي قول كبالي و مقالا دا جيس كحيقا واسكو امين الله ايو وحيكو قلان حرادا قوش عده ايو شركة كو قبصدان قوش عده ايو حرادا سي شركة لا ايبان een shaqaalihii markay intuu shiriyay nin ninka odayga oo William la yiraahdo iyo odayga kale iyo ragaas shaqaalaha waa dawladda Soomaaliland oo ah oo reer laas aroodku ay u yaqaaniin horgalayaasha micnana aan ku lahayn iyo miisaan iyo maqaam minna inuu yiraahdo waxa la shiray uqaashi iyo wax garadkii ayay u mareysa ninka la yiraahdo Kore een wuxuu ku fashilmay wuxuu isku dayay inuu aado oo nin u diro magaalada la yiraahdo Talex waxa loo galay jidka dhexe markii laga warhelay gaariga waxa iska dhahay garaad Saleeman raxmatullahi alayh waxa raacay oo wiilka uu qaaday nin ay iyagu dirsadeen oo horgal ahaa ninkaasa gaariga raacay oo gaariga lagu qaaday jidka loo galay hubaa lagu xiray wadada markii la ogaaday inay faramaran yihiin baagarii iyo dhagax laga la daalay oo marka gacan loola tagay oo dhaawac iyo loo geystay odagii markii loo sheegay garaad sugaha ahaa oo liir gaarii garaad Saleeman buu ahaa gaarii meeshaas wax ku gaareen wuxuu yiri wiilkan inay dilaan bay wiilku la hadlay wuxuu yiri adna inay ku dilaan bay ahayd kaa gaarigu garow geemi saxo haa u qaadaysta horgal magaalada Arooli la yiraahdo way meesha lagu garaacay hadda waxaan idin xaqiijinayaa hal magaalo oo ka mid ah magaalooyinka Sool iyo Sanaag iyo Cayn magaalooyinkii khaatuma ay ka talin jirtay dadkaas ay degaan reerkaas ay degaan oo ay SNM wada deganayd kulligeed ama Soomaaliland ay wada deganayd oo ay maamulka ka dhistay oo gobol askar lahayd oo ciidamo joogeen kulligood way qalibmeen san shalay idin sheegay waxa dhacay inqilaab shacbiya kulligood aksiga laga dhigay khaatuma ugu wada qoran calankii buluuga ah ugu buufsan kulli waa laga dhaqaa waxay maraysaa marka in la yiraahdo wada hadal la gali mayno shirahna noogu qaban maysan waxa arkayseen askari booliis labisan Soomaaliland oo magaalada dhex maraya oo la tuuriyeenayo ciyaaladi tuuriyeenaya waxay maraysaa inaan laga aqbalin la rabin loo soo fadhiin in laga siimid ahaado Soomaaliland arintaas markaa waa arin go'aankeedu cad yahay aan u baahnayn in loo sharaxo muusabixi iyo kooxdiisa maamulka kula jirta aan u baahnayn ay og yihiin laba choice bay leeyihiin inay buuq kiciyaan oo dadka laayaan waana tan u darnaan doonta iyaga iyo inay ka hawleelaan oo ay ka tagaan reerkan go'aan buu gaaray shirkoodii bariba uu bilaabmayaa 2020 kara waa dhamaanaya hadii magaraysa uu ay isku dayaan inay wax qasaana inay wax sii fogeeyaan ma hay waxba soo kordhin mayso arintaas waxba soo kordhin mayso marka tani tagtay oo socotay meel kale ha lagu dhaqaaji waxa laga oo kale faratoon iyo koox uu ku jiro inay aad isugu dayaan inay cabaashay iyo inay garaadka la hadlaan garaad Jaama Ismaaciil inay aqligiisa bedelaan inay wax walba ku akhriyeen in laakiinse ahaba yaraate garaadku uu tanaasul la yahay mowqifkii shacabka uu la qaato la isku dhaarsaday 33ka loo doortayna uu uga dambeynayo isagu uu doortay oo magacaabay uu uga dambeynayo talada reerka wixii ay soo gooyaan oo shirka ka soo baxay uu ku gowracay arintaasina waa guul intaas waa sool qodobka ugu dambeeya waa Jamaal Cusmaan runtii markaa dhageysatay warkiisa horta isagaaba iska hor imaanay wuxuu yiri waa lay tarxiilay markaan dhageystay wuxuu leeyahay ana tigidkayga goostay shaqadaydii baa la hadlay waxaan u sheegay situationkaygu inuu xun yahay saasan ku goostay marka halka beembo ka sheegay lama tarxiiline asaga baqay oo noqday hadii la tarxiilay khald la galay way laakiin inuu khaldna ku eedeeyo
مواطن سومالي لما ترحيل كرو جنسيات كلو دو دونها هيستو تورن هدو تبع سبور قف سومالي هو سومالي سومالي انا لما ترحيل كرو وقف امد الصوماليات بيقف كوتا علن كي يقف كوتا غوبني ما دي حر ما دي يقف كوتا لكن هو عدي انه يسوي تيكت كيسا شرطي او حتى ديه ان تيكت او غويان ان وها كلو ان كعد ان وريها اني مدح مرتي بهاش اللي يقب يالد فرماجه قبي يالد بكره دير isagoo ahmed madobe amaanaya waraysigaan uu bixiyay wuxuu leeyahay een waxaan kula diriray inuu rabay inuu ahmed madobe meesha ka tuuro oo nin in adeerkiisa geeyo marka isaga way u kala sokeeyaan nin farmaajo la qabiilo marreexaana iyo isaga nin la qabiilo oo een ugaadeen way u kala sokeeyaan waa ninka qabyaaladeed waxaa sabab ah farmaajo ninkii uu rabay inuu ka tartamo oo u tartamo een kismaayo ووزير عمر واني عوليها انا او هيك اسمها هي جبلانا احمد مدوب ما هني غير جبلانا وهكلو ان لحقيقيه اني بنت هاي هذاك او كشيغي غبدا ان احمد اللي يراده او اه ان نسدا غبدا انا واحد كشيكي هذاك استعمال وحيد بيل جني ماشي جني وقت كتمي يجيكيات هذاكاسي هذا الحمر لك جهد ضمها إيه هذا الكفر أنا وهذا كان جدا شيء لكن هذا واحد لوحة كتير بين أبورتها إنا بين أبورتها وحك إنا يا إثارنا يا قبيالة ها مركو لي هاي رئيس الوزراء عايو رئيس الوزراء مركو الله صاحب ليو رئيس الوزراء صامر حفيز كيسة كل جدوى قبيالة ها رئيس الوزراء صامر إسا حفيز كما دحوينها ما وعي ما حاس هو عي ساعد حاج عدو عيسى ما هي تا مشكلة دكوا عيسى تا ورئيس بان قاعدة ياه من اللي يقول ياه ما في زاد كسر قليس هذا الك سومالي أو سومالي أوتا ما ها أوبا هن تاي وقبا هن تاي ناد عد سو وعدو ما ها تسو بيك ستاي رئيس وزارة ما هو سير هذا وعوين وسير كور ما فين تبع هو عوين مين تكله دت كان وشيء يا أولي هاي وعي تارجت قريين يا وشيء إني وده تارجت قريين وحن كهلا يا الله يا وهي الفرماجو ام مجنون محاولي جرتيالي نين وين بات هاي وريات هاي مدحوينيه دمام حالو عاي جرت مجنون اورنجرت نيكي وبا اخلاق الحماء وحكي لتسايز غريوها جمال وهي ووالين هاي هنتي وي ما تختار بها جمال ما يسقى ميسامي انتو تختار سايكولوجيستا هاي بووحو مريي هو شاخ ايو تاسسكي لمرين تري دادكا سايكولوجيها بو مرسي عمرك هذا وها أصوب بحدي إنه مينتلي وصنفيت أهين مرك هو مجنون ليه ما يوهيرين حبوا هايو لبا توضه أحمد سيد كان رجلي إسقى نبتي سبحان الله شيء جتري ما هم القوالة دي أنا نبكو هذا مش شعبه القوالة دي نبكو هذا مش شعبه وكونفينينس أحمد مدور هو قاتل حب وكتشوا صدق يتبان سندود قبل كيشان يتبان كدق معها لما دق مو كم مرة أنت كلام ما قاعد يحب وكويستها قل كي يركي موائي بسدي بدي بو هذا نكون درس ضيوف دكدي وعكوري كي ما رضوا العك قات ما هو البقريو كنست أسيع يركي سوي هاي لقمة يلا روح كشيء فرماجنا ولا جاء عنو هاي فرماجنا ولا جاء عنو هاي قبيالات بيا هاي حد أنا وح وكو هذا يمرك هذا جيزتين كل جد وقبيالات إنسان مرك قبيل أتشر رنوي وقبيالة ديسن ومشكلة يسن أنا يسجع حجية فرماجو لكن قبيل هانكم التاجيري كرو هاي القبيل بر معنى يوفدين معنى يقوم فديه نكحن وننحن هدو كل هذا شيءنا حمانت كجهر ما يسبب الله شو هو ننحن وعديك كل هذا شيء كنا حجة إن الشيخ توت إسكبري عشان هو لو بعين نكح مركا وركي سمركا عندك يستي نين نفل هين مركي ورا الشباب نمو يدباتن لو جيستي أو بوم بوني سؤال بر ما أنت ويدين له الشباب بدلك خبصانية It's matter of time It's just a matter of time وأون حلي قرمة إنه إنه اسم رهنوية لكن شكي إيقا ما تشيروية دلك خبصانية دلك هوردن إيقا كتالية إلا بنتو لا يا سومالي لا يا جبل لا يا كتالية يا كتالية وادا يستان هم إيقا عودكي تالية هذا يهو قامي هذا صاحي بدا وادا يست ساتش عليك مدعين لمنك كوسو ديلي ورك oo kuwa u shaqeeyo channel 4 iyo haday kamid yihiin ajaanib baad u rarantahay
ومد الصوماليات كلافريسو شركة عدل وريس ورينا ماهيت إنسان قبلية ومد كلا الصومالي نمد عدو كوا أو الشباب إيه وحلا وحي الصومالي دباتين يتهاجر أو سيمباتايزر وها أي بيج كوكو ساري هي كفانا باتهاي إسكو آمني أو دح جلي أو دح شوي أو دح وريجي إنت على الصومال مود بومبونيي وعبدنا ونكسك الشيء ما تيد وريه وحاتهاي من بروباغانديستا أو عدو قاس بروباغاندا وسميه إد كلانا أورهران مركا إسأجنا إنت سانك أورنيا